تسأل عن المرأة إذا منعها زوجها من زيارة والديها، ماذا عليها؟ هل تطيعه وهي مكرهة أو أنها تفارقه؟ هذا المنع منع بغير حق، لأن زيارة المرأة لوالديها من البر، وهي طاعة لله عز وجل، وطاعة الزوج إنما تكون في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن الزوج يمنع زوجته من زيارة والديها، وعلى ذلك فلا يلزم المرأة أن تطيع زوجها في عقوق والديها، لأن ترك زيارتها لوالديها هو عقوق للوالدين، وعقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تطيع المرأة زوجها في ذلك، ويجب عليها أن تبر والديها وأن تزور والديها، ولا طاعة للزوج في هذه الحال، لأنه أمر بمعصية الله وهي عقوق الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.